بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، النهاردة هنتكلم عن أسلوب الشرط، هو بقية للدرس اللي هو إعراب الفعل المضارع، وهنتكلم عن حالة الجزم، حالات الجزم ومنها أسلوب الشرط. أسلوب الشرط هو يتكون من 3 أجزاء: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. من يذاكر دروسه، من يذاكر دروسه ينجح. يبقى هنا عندي من أداة شرط، يذاكر فعل الشرط، النتيجة اللي ينجح جواب الشرط. أدوات الشرط الجازمة: من للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، إن حرف لمجرد الجر الجزم، حرف لمجرد الجزم، إن يفيد الشك، وعندي كمان أين وأينما وأن وحيثما، وذا للمكان، متى وأيان للزمان. يبقى إذن كل أداة من أدوات الجزم لها دلالة معينة كيفما تدل على الحال. أما بالنسبة لكلمة أي، وتعتبر أداة من أدوات أو إن نقدر عليها اسم شرط بحسب ما تضيف إليه، وأي هي الوحيدة التي يأتي بعدها اسم يعرب مضاف إليه مجرور، ثم يأتي بعد ذلك فعل الشرط، ومعناها بحسب الاسم الذي يقع بعدها، للعاقل أو لغير العاقل أو مكان أو زمان. لو قلنا أي طالب يقصر يجني نتيجة تقصيره، يبقى كلمة طالب مضاف إليه، يقصر فعل مضارع مجزوم بالسكون، يجني فعل مضارع مجزوم بح وعلامته حذف حرف العلة. وأيضا نقدر نقول من أدوات الشرط الجزمة إذا للمستقبل، ولو للامتناع، وكلما للتكرار، ولولا. إذا يعتني الفلاح بأرضي يجني الكثير. طبعا احنا بنقول دول أدوات شرط غير جازمة. ولو تذاكرون بجد تحققون أعلى الدرجات. كلما ارتفع قدر الكريم ازداد تواضعا. نجد أن كلما لابد أن يكون فعلها وجوابها ماضيين. قاعدة إلا: إذا طلب منك استخراج أسلوب شرط حذف فعله، فابحث عن إلا وما بعدها، ذاكر دروسك وإلا تندم. يبقى عندي هنا فعل الشرط محذوف، يبقى إلا عبارة عن إن أداة شرط جازمة زائد لا حرف نفي، فعل الشرط بعدها محذوف تقديره تفعل، وإلا تفعل النتيجة إيه؟ تندم. جواب الشرط تندم، فعل مضارع مجزوم. ومن أمثلة ذلك: اتق الله وإلا يعذبك. يبقى اتق الله وإلا تفعل يعذبك. يبقى عندي فعل الشرط هنا محذوف وتقديره تفعل. وكذلك السمع للشرح باهتمام وإلا تخسر الكثير. يبقى كلمة تخسر أو الفعل تخسر هو هنا جواب للشرط وليس فعل الشرط، لأن فعل الشرط محذوف. نتحدث الآن عن اقتران جواب الشرط بالفعل. أنت تعلم أن أسلوب الشرط يتكون من 3 أجزاء: أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط. فمتى يجب اقتران جواب الشرط بالفعل؟ إذا كان الجواب جملة اسمية، لما أقول من يذاكر بجد فهو متفوق، يبقى كلمة هو متفوق دي جملة اسمية. يبقى إذن إذا وجدت جواب الشرط جملة اسمية لابد من اقترانها بالفعل. من يعمل بإخلاص فلا خوف عليه، من يتقن العمل فله كل التقدير، إذا أهمل الولد فالفشل ينتظره. فله كل التقدير دي هنا جملة اسمية على فكرة، لأنه في تقديم وتأخير، فكل التقدير له. ولو حضرت فإنك تستفيد. هنا عندي إن واسمه وخبره. إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها طلب، الطلب هنا أمر نهي استفهام فقط. إذا ذكرت فاجتهد، إذا ذكرت فلا تهمل، إذا حضرت فهل تفهم. يبقى إذا الجواب جملة فعلية فعلها إيه؟ طلبي. والطلبي هنا المقصود به 3 حاجات دول بس: استفهام وأمر ونهي. إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد، الأفعال الجامدة هي الغير متصرفة، مثل ليس، بئس، نعمة، عسى. من يذاكر فنعم الطالب.
من يذاكر فليس يرصبه. يبقى إذن هنا الفعل الجامد إذا جاء جواب شرط لابد من اقتران الفاء به. من يذاكر فعسى أن ينجح، من يهمل فبئس الطالب. يبقى إذا كان جواب، طب عندي بقى إذا كان جواب الشرط الجواب جملة فعلية مسبوقة بما ولن وقد والسين وسوف، لابد أيضا أن يأتي جواب الشرط مقترنا بالفاء. من غاب اليوم فما استفاد، من يحضر الدرس فلن يندم، من يحضر فقد استفاد، من يغب اليوم فسيندم. هنا في ايه؟ السين او فسوف يندم. يبقى اذا هنا اذا كان جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة بمن ولن وقد والسين وسوف لابد من اقترانها. ويمكن تلخيص هذه القاعدة في بيت الشعر القائل: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. المقصود بالتسويف اللي هو سين، حرف السين وكلمة ايه؟ سوف. ما اعراب جواب الشرط المقترن بالفاء اذا كان مضارعا؟ يكون جواب الشرط منصوبا اذا سبق بلن. من يجتهد فلن يندم، يبقى يندم مضارع منصوب بان وعلامته الفتحة. يكون مجزوم إذا سبق بلا ناهية أو لام الأمر. إذا ذكرت فلا تهمل، إذا حضرت فلتستمتع أو فلتستمع. يبقى أنا عندي هنا تهمل مجزوم بلا ناهية وتستمع مجزوم بلام الأمر. يكون مرفوعا متى؟ إذا سبق بما وقد والسين وسوف أو في الاستفهام، أو في يعني استفهام. من يجتهد فما يندم، من يهمل فسوف يندم، من يهمل فهل يستريح. يبقى اذا هنا يكون مجزوما لو قبل منه جواب الشرط يعني وقع بعد لا النهاية او لام الامر، مرفوعا اذا كان واقعا بعد ما وقد والسين وسوف والاستفهام. جملة جواب الشرط المقترن بالفاء نقولها كده على بعض في محل جزم. من يهمل، يبقى يهمل فعل مضارع اقدر اقول عليه فعل مضارع مجزوم وعلامته السكون. فسوف يرى، يرى فعل مضارع مرفوع بالضم. وجملة فسوف يرى في محل جزم جواب الايه؟ الشرط. رفع الفعل المضارع، يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. وطبعا احنا عارفين أدوات النصب وعارفين أدوات الجزم. علامة رفع المضارع: فتحة ظاهرة لو صح الآخر، فتحة مقدرة إذا كان معتل الآخر، ثبوت النون إذا كان من الأفعال الإيه؟ الخمسة. المؤمن يخشى رب، مضارع مرفوع برفع ضمة مقدرة. إن المدرس لا يشرح الدرس جيدا، هنا اللام هنا مش لام ايه؟ مش لام تعليل ولا لام الامر، يبقى اسمها لام التوكيد بتاتي مع ان. فيبقى هنا فعل مضارع مرفوع عادي جدا، ففعل مضارع مرفوع وعلامته رفع الضمه الظاهره. لاحظ انواع اللام التي تسبق المضارع: لام تعليل، ذاكر دروسك لتنجح، لام جحود، أداة نصب تكون مسبوقة بكون منفي، ما كان الطالب ليهمل، لام الأمر، أداة جزم تعطي مع فعلها الأمر معنى الفعل تعطي مع فعلها المضارع فعل الأمر، فلتتقي الله. لام التوكيد لا تؤرث الإعرابية، إن المعلم ليجتهد. ولام القسم تأتي في بداية جملة جواب القسم أو جملة القسم. عندي: لا تنسى أن الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع فاعله ولا يحتاج لمفعول. الفعل المتعدي هو الذي يرفع فاعله وينصب المفعول به، وقد قلنا فيما سبق بالأفعال المتعدية للمفعولين. وسوف إن شاء الله نتحدث عن توكيد الفعل بالنون والقسم وتوكيد جوابه في حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.